حبيب الشعبي عاش حبيب الشعبي للشعبي. عاش حبيب الشعبي للشعبي بربه محروس، جميعنا ندعوك يا ربي احفظ لنا قابوس. عاش حبيب الشعب للشعب بربه محروس، جميعنا ندعوك يا ربي احفظ لنا قابوس. يا فرحة نعمت أراضينا ونور العيد ليالينا، عماننا بالورد والزينة كأنها عروس. عاش حبيب الشعب للشعب عاش بربه محروس، جميعنا ندعوك يا ربي يا ربي احفظ لنا قابوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عمان في أسبوع، والتي نقدمها لكم من قلعة نزوة. تهل على عمان بشائر الخير يوما بعد آخر، وفي كل لحظة تمر علينا يزداد تعلقنا وحبنا لقائد بذل جل جهده للعيش سعداء آمنين مطمئنين. اللهم لك الحمد ولك الشكر والمنة على هذه النعمة التي أنعمتها علينا، ونسألك اللهم أن تديمها علينا بالخير والبركة والنماء. نستهل حلقتنا بالخبر الأبرز لهذا الأسبوع. ترأس جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه لاجتماع مجلس الوزراء، وجلالة سلطان البلاد المفدى يعرب عن شكره البالغ وتقديره لجميع المواطنين والمقيمين لما عبروا عنه من مشاعر صادقة ودعوات مخلصة لجلالته. وجلالته عزه الله يستعرض الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية، ويؤكد أهمية الاستمرار في الحفاظ على الجوانب الحياتية للمواطنين. وجلالة السلطان المعظم يشير إلى ضرورة الإسراع في وضع الخطط الكفيلة لتحقيق التنويع الاقتصادي واستكمال المشاريع الكبرى، وهنالك موضوعات أخرى مشاهدينا، فتفضلوا بالبقاء معنا. منهاجكم دروس، عاش حبيب الشعب للشعب لقد كانت نزوى معقل القادة العظماء وموئل العلماء والفقهاء ومرتاد الشعراء والأدباء، فأعظم بها من مدينة لها في قلوب العمانيين منزلة عالية ومكانة سامية وقدر جليل. سلام الله على من قادنا قدام بالعمان، إلنا النجفان بصرنا لنا وعماني، تحت ظل الزعيم اللي علينا ضيفه الهدام، سندنا سيدي طاووس محمد السلطاني. سلام الله على من قادنا قدام بالعربان، إلنا نفتخرنا بأصلنا لقالة وعماني، تحت ظل الزعيم اللي علينا غيثه الهتان، سندنا سيدي قابوس مفخر كل سلطاني. عسى الله يحفظك يا منبع الخيرات والإحسان، وتبقى الدار بأهل الدار يا مولاي عمراني، صعدنا كل عالي وامتطينا
السحاب حصان سكننا بالثريا وخيرنا بالارض سكاني عسى الله يحفظك يا منبع الخيرات والاحسان وتبقى الدار بهل الدار يا مولاي عمراني سلام سلام تفضل حضرة صاحب الجلالة سلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه فترأس يوم الأربعاء اجتماع مجلس الوزراء الموقر ببيت البركة العامر. استهل عاهل البلاد المفدى أبقاه الله الاجتماع بالتوجه إلى الخالق عز وجل بالحمد والثناء لما أنعم به على جلالته من نعمة الصحة والعافية والعودة إلى الوطن سالما معافى. وقد أعرب جلالة السلطان المعظم حفظه الله عن شكره البالغ وتقديره لجميع المواطنين من أبناء هذا البلد الأعزاء والمقيمين فيه لما عبروا عنه من مشاعر صادقة ودعوات مخلصة كان لها أبلغ الأثر ولله الحمد. كما توجه أعزه الله بالشكر للمولى عز وجل لما أفاض به على عمان من خير عميم سائلا الله العلي القدير أن يديم هذه النعم على البلاد وأهلها. ثم تفضل جلالته باستعراض الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية. فعلى الصعيد المحلي أبدأ أبقاه الله ارتياحه لمسيرة التنمية الشاملة في البلاد وما قامت به الحكومة وباقي مؤسسات الدولة من جهود مقدرة مؤكداً أعزه الله أهمية الاستمرار في الحفاظ على الجوانب الحياتية للمواطنين وما يقدم لهم من خدمات. كما أشار جلالة السلطان المعظم إلى ضرورة الإسراع في وضع الخطط الكفيلة بتحقيق التنويع الاقتصادي واستكمال المشاريع الكبرى ذات النفع العام وجذب المزيد من الاستثمارات وتفعيل مجالات الشراكة مع القطاع الخاص ومواصلة العمل لتشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل ما يتوافر لها من مقومات مؤسسية ومالية. وفي إطار استعراض جلالة السلطان المعظم للتطورات الإقليمية والدولية تفضل جلالته فأكد على أهمية الجهود الدولية الرامية لإحلال الأمن والاستقرار والوئام في المنطقة لما فيه المصلحة المشتركة لجميع شعوبها. وفي ختام الاجتماع تفضل جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بالتطرق إلى عدد من القضايا التي تهم الوطن والمواطن وأسدى توجيهاته الكريمة لكافة قطاعات ومؤسسات الدولة بمواصلة الجهود تحقيقاً للأهداف المرجوة متمنياً جلالته للجميع التوفيق لما فيه دوام الخير والنماء لعمان وشعبها الأبي. يا من تغنت للنشيد له كل الحناجر وترنمت في يوم مقدمه رؤى كل الحواضر واستلهمت سحر البيان بروعة مفتونة بمقامه الزاهر فتلونت بألوان طيف لا يغادر سيدي عودا حميدا سيدي عمرا مجيدا قابوس يا قلبا على هذا الوطن قابوس إن جن تفسد الجيران بشراك أرواح الجميع بلا ثمن
حبيب الشعبي عاش حبيب الشعبي للشعبي عاش حبيب الشعبي للشعبي. سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء يستعرض مع مكتب مجلس الشورى الجوانب القانونية والاقتصادية والاجتماعية التي تعزز عمل مجلس الشورى، ولكن بعد هذا الفاصل. ندعوك يا ربي احفظ لنا قابوس يا فرحة نعمت أراضينا ونور العيد ليالينا عماننا بالورد إنها عروس عاش حبيب الشعب للشعب عاش بربه محروس جميعنا ندعوك يا ربي يا ربي احفظ لنا قابوس في إطار ترسيخ التعاون والتشاور القائم بين مجلسي الوزراء والشورى في الأمور التي تعزز مسارات العمل الوطني خدمة للصالح العام، التقى صاحب السمو السيد فهد بن محمود السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء مع سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس بمقر مجلس الوزراء في مسقط، عقب ذلك عقد اجتماع مشترك ضم إلى جانب صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء عددا من أصحاب المعالي والوزراء. وفي بداية الاجتماع رحب صاحب السمو السيد فهد بن محمود السعيد برئيس وأعضاء مكتب مجلس الشورى متوجها سموه بالحمد والشكر لله سبحانه وتعالى على العودة المباركة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، سائلا الله عز وجل أن يحفظ جلالته ويديم عليه نعمة الصحة والعافية والعمر المديد. وقد أشاد سموه بمظاهر احتفالات المواطنين التي شهدتها البلاد وما عبرت عنه من حب ومشاعر فياضة لباني عمان ورائد نهضتها المستدامة. كما أعرب رئيس أعضاء مكتب مجلس الشورى عن أطيب التهاني وخالص الأمنيات لعاهل البلاد المفدى أبقاه الله على العودة الميمونة، مبتهلين إلى الخالق جلت قدرته أن يحفظ جلالته وينعم عليه بموفور الصحة والعافية. وقد استعرض سموه في الاجتماع النقاط المقدمة من مجلس الشورى حول عدد من الجوانب التي تعزز عمل المجلس ومساهماته في تقييم المسائل المعروضة عليه القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمحالة إليه من قبل مجلس الوزراء، هذا إلى جانب ما يقوم به المجلس من دراسات وتوصيات. كما استعرض سموه المسائل المطروحة من قبل الحكومة، وقد شارك الحضور في مناقشة تلك المواضيع الهادفة إلى التعاون بشأن بعض الإجراءات وخاصة ما يتعلق بمجالات التنويع الاقتصادي ودعم موارد الدولة غير النفطية، إلى جانب الخطوات الرامية إلى الحد من تزايد عدد القوى العاملة الوافدة لما لذلك من تأثير على التركيبة السكانية، مع تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقيام القطاع الخاص بدوره في إتاحة المزيد من فرص العمل المناسبة للمواطنين وتقلدهم للمناصب القيادية في المؤسسات والشركات العاملة في البلاد. من جانبهم تطرق رئيس وأعضاء مكتب مجلس الشورى إلى عدد من المواضيع التي ستساعد على بلورة الجوانب المرتبطة بها، ومنها تيسير بعض المعاملات الإدارية، مؤيدين اتخاذ الحكومة للإجراءات التي من شأنها تقوية الاقتصاد وتعزيز موارد الدولة في ظل انخفاض الأسعار العالمية للنفط، معربين عن تقديرهم لنتائج هذا الاجتماع مع التأكيد على ما جاء بشأن أهمية التوعية الهادفة للحد من بعض الظواهر التي لا تنسجم والقيم الأصيلة للمجتمع وموروثه الحضاري. وفي نهاية الاجتماع شكر سموه أصحاب السعادة رئيس وأعضاء مكتب مجلس الشورى على جهودهم المقدرة وما أبدوه من مشاعر طيبة وحرص على التعاون مع الحكومة لإنجاح الخطوات التي ستؤدي إلى خدمة الصالح العام. حلت بمقدمه السعادة جملة فتوزعت في كل شبر من عمان
فرحت بعودته البلاد وقد اكتست في يوم فرحتها حلل الجمان. حلل الجمان هم يا سيدي في يوم عيد والعيد عيدك. والعيد عيدك سيدي عودا حميدا. عودا حميدا سيدي عمرا مجيدا. سيدي عمرا مجيدا. أبوس يا قلبا على هذا الوطن. ونصل بكم إلى ملفنا المحلي لهذا الأسبوع، وفيه تتابعون جملة من الموضوعات من بينها ندوة تطور العلوم الفقهية تستعرض في مسقط مسيرة الاجتهاد الإنشائي في العصر الحديث، ومعالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يؤكد دعم السلطنة لأي جهد دولي لحل الأزمة اليمنية. كما تتابعون السلطنة وفرنسا توقعان في باريس على مذكرة تفاهم لتبادل الوثائق والمحفوظات، وهنالك موضوعات أخرى فتفضلوا بالبقاء معنا. إن السلام مذهب آمنا به ومطلب نسعى إلى تحقيقه دون تفريط أو إفراط، مصداقا لقوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. صدق الله العظيم.
خرج أبناء ولايتي أدم ومنح بمحافظة الداخلية في مسيرة وطنية بمناسبة العودة المباركة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه إلى أرض الوطن، مستبشرين بمقدم جلالته الميمون، مبتهلين إلى الله عز وجل أن يديم على جلالته موفور الصحة والعافية والعمر المديد. وشارك في المسيرة صاحب السمو السيد أسعد بن طارق السعيد ممثل جلالة السلطان وعدد من أصحاب السعادة ومشايخ ورشداء وعيان ولايتي أدم ومنح وعدد كبير من المواطنين والمقيمين. وقد أكد صاحب السمو السيد أسعد بن طارق السعيد أن السلطنة تشهد لحظة تاريخية في حب قائدها المعظم، مشيرا سموه إلى أن جلالة السلطان المعظم أرسى دعائم الدولة الحديثة وكون أسسها المتينة للسير بها نحو المستقبل، مضيفا سموه أن هذا التلاحم دليل على صفاء الشعب العماني وحبه لقائده المفدى الذي علمه طوال الأعوام الماضية التكاتف واستدامة الروح الطيبة بين العمانيين. احتفلت شرطة عمان السلطانية بافتتاح مجمع وحدة شرطة المهام الخاصة بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة. وبدأ الحفل بتخريج فصائل من الشرطة المستجدين في ميدان الاستعراض العسكري، ثم قدمت قيادة شرطة المهام الخاصة فقرات استعراضية للعمليات والمهام ذات العلاقة بالعمل الشرطي. بعد ذلك قص شريط افتتاح مرافق وحدة شرطة المهام الخاصة الذي يتكون من مركز أمن يهدف إلى التغطية الأمنية من خلال تسيير الدوريات بكافة أنواعها، مزودا بغرفة لمراقبة المجمع ومركز لإدارة الحالات الطارئة والعمليات. رعى الاحتفالية معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني. أكد سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة أن اللقاءات التي تتم بين الفقهاء هي المحاضن لعلاج المشكلات التي تفرزها تطورات الحياة الإنسانية، داعيا سماحته إلى أن تكون كلمتهم بمثابة البلسم الشافي لأجواء هذه الأمة ومعالجة مشكلاتها. جاء ذلك خلال افتتاح ندوة تطور العلوم الفقهية في دورتها 14. وناقشت الندوة مواضيع عدة من أبرزها نظرية المصلحة في المذاهب الإسلامية والتكيف الفقهي وموضوع العرف في المذاهب الإسلامية وغيرها. وهدفت الندوة إلى استعراض مسيرة الاجتهاد الإنشائي في العصر الحديث من خلال فقه العصر، مناهج التجديد الديني والفقهي. كما بحثت الندوة منهج الاجتهاد المعاصر الذي يتم بموجبه وضع رؤية فقهية مستقبلية موائمة بين الماضي والحاضر، وذلك من خلال 54 بحثا تتمثل مناقشاتها في 7 محاور. رعى افتتاح الندوة مع الشيخ محمد بن أحمد الحارثي مستشار الدولة. وقد خرجت الندوة بتوصيات من أبرزها التأكيد على أهمية التجديد وعدم اقتصارها على الأحكام الفقهية، وتفعيل مناهج الاجتهاد التي قررها علماء الأمة في الكشف عن أحكام القضايا المعاصرة، وتوحيد المصطلحات في المدارس الإسلامية، وتعزيز الوحدة الإسلامية والتعارف الإنساني.
أشاد معالي الدكتور محمد جواد ظريف وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة بالدور الإيجابي للسلطنة بقيادة جلالة السلطان المعظم إزاء مختلف القضايا في المنطقة بما فيها عملية التفاوض حول الملف النووي الإيراني، مؤكدا في تصريح لإذاعة وتلفزيون سلطنة عمان حرص القيادة في إيران على إطلاع السلطنة على مختلف التطورات التي تشهدها عملية التفاوض حول هذا الملف. إننا شاكرون تماما على الدور اللائق والرائد الذي لعبه صاحب جلالة السلطان قابوس في مختلف القضايا في المنطقة وخاصة قضية الملف النووي الإيراني. خلال هذه الزيارة وهذه الجولة كان بودي بأن أقوم بإطلاع إخواننا الأمانيين موضوع الملف النووي وكذلك فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وفيما يتعلق بالقضايا التي تشهدها منطقتنا ولا سيما موضوع اليمن. هناك علاقات متينة وعلاقات حميمة تسود بين البلدين الشقيقين إيران وسلطنة عمان الشقيقة، ولذلك نحن بين حين وآخر وبين فينة وأخرى نرى من اللازم أن نتشاور مع أشقائنا في سلطنة. معالي وزير الخارجية الإيراني عبر عن أمله في أن تتوصل أطراف الحوار حول ملف طهران النووي إلى اتفاق نهائي بحلول نهاية شهر يونيو المقبل. لقد انطلقت المرحلة الأولى من اتفاق الملف النووي الإيراني وذلك بفضل حكمة وتوجيهات صاحب الجلالة السلطان قابوس، ونتمنى بأن نتوصل إلى النتيجة والاتفاق النهائي في شهر يونيو المقبل. فإننا سبق وإننا لقد تمتعنا كثيرا بالاستضافة الأمانية خلال المراحل السابقة لهذا الحوار. أعتقد أن جميع الوفود هي راقبة في أن تقوم بالزيارة مرة أخرى إلى سلطنة عمان، ولكن لحد الآن لم يتخذ القرار النهائي بهذا الشأن. وتصدر بحث أوجه التعاون الثنائي بين السلطنة والجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة وسبل تعزيزها وتبادل وجهات النظر في العديد من القضايا الإقليمية والدولية. تصدر لقاء معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية خلال المباحثات الرسمية مع معالي الدكتور محمد جواد ظريف وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة الذي زار السلطنة. هذا وأكد معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية أن مباحثاته مع معالي الدكتور محمد جواد ظريف وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية تناولت سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مشيرا في تصريح لإذاعة وتلفزيون سلطنة عمان إلى أن الجانب الإيراني وضع السلطنة خلال المباحثات في صورة مستجدات المفاوضات النووية بين طهران ومجموعة 5+1. أن هذه زيارات منظمة في زيارة الوزير الإيراني مرة إلى السلطنة وزيارتي أنا مرة إلى طهران، وهي جاءت في هذا الإجراء، لكن لها خصوصية أنها جاءت بعد ما تم توقيع الاتفاق الإطاري عن مشروع أو ملف النووي. جاءوا يشرحوا لنا بعض التفاصيل التي دار الحديث فيها، وبطبيعة الحال نحن نشكرهم على ذلك واهتمامهم بإبلاغنا أولا بأول، كما أنه كذلك الجانب الأمريكي أيضا يضعنا في صورة الوضع في هذه المفاوضات. وفيما يتعلق بالأزمة اليمنية كاد معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية أن السلطنة تبذل جهدها في إطار المجموعة الدولية لإقرار هدنة في مناطق النزاع من أجل إغاثة المدنيين في اليمن، وأشار معالي لأن السلطنة تعمل بتعاون مع المنظمات الدولية والإنسانية من أجل إغاثة وتقديم العون اللازم للمتضررين من هذه الأزمة. البحث عن
آلية أو عن أرضية يمكن فيها تطوير مبادرة، لكن نعتقد أن المبادرة تكون من الأمم المتحدة وبدعم من جميع الأطراف وجميع الدول المجاورة والمهتمين فيها. هذا هو ما يبحث الآن، وكل الأطراف بما فيه نحن على اتصال بالأمانة العامة للأمم المتحدة، ونحن على اتصال مع الصليب الأحمر الدولي ومنظمات الإغاثة الدولية، إغاثة اللاجئين، ونتوقع أننا سوف أن بعض هذه المثري هذه الإغاثة سوف يأتون إلى السلطنة والبحث ما يمكن أن نقدمه عبر الحدود العمانية اليمنية. وطبعا كما تعلمون أن هناك عديد من المئات من الناس العابرين سواء الداخلين إلى اليمن أو الخارجين من اليمن، وهذه سياسة مقررة، والأجهزة الأمنية والخدمات العامة في محافظة الظفار كلها تتعاون في تقديم العون اللازم لكل من هو قادم من اليمن. تم هذا الأسبوع التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية السلطنة وجمهورية بنغلاديش الصديقة. وقع المذكرة عن الجانب العماني مع السيد بدر بن حمد البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية، وعن الجانب البنغلاديشي مع محمد شهريار علم وزير الدولة بالخارجية البنغلاديشية. أشاد معالي جاك لانغ مدير عام معهد العالم العربي بباريس بالسياسة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، وهنأ معالي جاك لانغ الشعب العماني بعودة جلالة السلطان المعظم حفظه الله إلى أرض الوطن. إنه لخبر سعيد جدا عودة جلالة السلطان قابوس إلى عمان. أهنئ نفسي بعودة جلالتي وأهنئ الشعب العماني بهذه العودة. أنا شخصيا معجب جدا بجلالة السلطان قابوس الذي حقق إنجازات كبيرة لبلده. في كل مرة أذهب فيها إلى عمان أكون فيها مبهورا بجمالية الهندسة المعمارية واهتمام جلالة السلطان بالثقافة والفنون. على سبيل المثال دار الأوبرا السلطانية التي تعد تحفة معمارية. جلالة السلطان قابوس هو أيضا مفعم بأفكار السلام والاحترام والحوار، ومن المهم جدا لفرنسا أن تقيم علاقات وثيقة مع السلطنة. جلالته يجسد المثل العليا والقيم الإنسانية النبيلة. هذا ووقعت السلطنة وفرنسا مذكرة تفاهم لتبادل نسخ من الوثائق والمحفوظات وأدوات البحث المتعلقة بها. توقيع الاتفاقية جاء على هامش أعمال ندوة عمان في الوثائق الفرنسية التي استضافها معهد العالم العربي في العاصمة الفرنسية باريس. العلاقات الدبلوماسية العمانية الفرنسية تاريخية ويربو عمرها على 200 عام، حيث يعود تاريخ أول معاهدة دبلوماسية وتجارية تم توقيعها بين البلدين إلى 17 نوفمبر عام 1844 للميلاد، وذلك في عهد السيد سعيد بن سلطان. وثائق هذه المعاهدة التي رسمت مسار العلاقات التاريخية العمانية الفرنسية شغلت الحيز الأبرز من بحوث الندوة التي حملت عنوان عمان في الوثائق الفرنسية، وأقيمت في رحاب معهد العالم العربي بباريس. استخدام كل هذه التكنولوجيا الحديثة لكي نتقاسم بشكل أفضل المعرفة. تاريخنا كان مشتركا، لقد عشنا سوية أحداثا كثيرة عبر التاريخ، ومن المهم جدا أن نستفيد من تكنولوجيا المعرفة الجديدة. وفي هذا الإطار فقد أولت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية اهتمامها نحو إيلاء هذا الجانب مزيداً من البحث والدراسة وإبراز العلاقات العمانية الفرنسية، كما إنه يشجع الباحثين للعمل على إجراء مزيد من البحوث والدراسات العلمية
وفي القراءات التي سردتها أوراق ندوة عمان في الوثائق الفرنسية تجلى الاهتمام الذي أولته الدبلوماسية الفرنسية بتطوير علاقاتها مع عمان نظرا لمكانتها الحضارية والاستراتيجية التي تتميز بها على مر العصور. ويشير بحث بالندوة إلى أن هناك جوانب عديدة في تاريخ العلاقات العمانية الفرنسية لم يتم سبر أغوارها بعد، وهي موجودة على مستوى دور ومحفوظات الإرشيف الفرنسي. عمان هذا البلد الذي يساهم ومنذ أمد بعيد من خلال صداقاته واتصالاته والاحترام الذي يكن له يساهم في تخفيض التوتر ويسهل التواصل بين مختلف بلدان المنطقة وبين الدول خارج المنطقة والعالم العربي. ولم تغفل ندوة عمان في الوثائق الفرنسية الإشارة إلى بدايات التعاون بين السلطنة وفرنسا التي تعود إلى عام 1775، فيما أشادت الندوة بالتطور الذي شهدته العلاقات العمانية الفرنسية في العهد الميمون لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. عدتم لنا والعود أحمد، والعود أحمد، والخير خير الله أكبر أن يعدد، فقدومكم لعمان خير قد تجلى، قد تجلى، وقدومكم لعمان فخر قد تحلى، قد تحلى، وقدومكم لعمان عز قد تعلى، قد تعلى. سيدي عودا حميدا، عودا حميدا، سيدي عمرا مجيدا، سيدي عمرا مجيدا. قابوس يا قلبا على هذا الوطن، قابوس إن جند تسند الكرام، بشرى أرواح الجميع بلا ثمن، بشرى أرواح في الصفحة الاقتصادية التالية تبرز العديد من الموضوعات، من بينها مؤتمر سلامة الغذاء يوصي في ختام أعماله بزيادة كفاءة التقنيات الحديثة للكشف عن المشتقات المستخدمة في الأغذية الحلال. والهيئة العامة للطيران المدني تعلن تواصل الجهود لافتتاح مطار صلالة قبل خريف هذا العام، وهناك موضوعات أخرى فنرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. يجمعنا بدون عمان.
كشفت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه عن إنشاء مركز السلامة وجودة الغذاء والذي سيبدأ أعماله قريبا، وكذلك عن موافقة مجلس البحث العلمي على تبني برنامج استراتيجي في مجال سلامة وجودة الغذاء. جاء ذلك على هامش مؤتمر سلامة الغذاء الذي أقيمت فعالياته هذا الأسبوع في مسقط، وناقش المؤتمر زيادة الوعي بأهمية دور المنتجين للمواد الأولية والمراحل الإنتاجية الأولى من السلسلة الغذائية والرقابة والتحكم في سلامة الأغذية. رعى افتتاح المعرض معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية. وفي ختام أعماله أوصى مؤتمر سلامة الغذاء بزيادة كفاءة التقنيات الحديثة المستخدمة في التحاليل المخبرية للكشف عن المشتقات المستخدمة في الأغذية الحلال والاستمرار في تطبيق وتقييم البرنامج الوطني لإدارة المبيدات الزراعية من حيث الاستخدام الآمن وتقييم مطابقتها للمواصفات المعتمدة وتوعية المزارعين بالممارسات الجيدة. كما أوصى المؤتمر بتقييم وتطوير منظومة برامج مراقبة تلوث الماء والهواء والغذاء في السلطنة وزيادة مستوى الوعي لدى المستهلكين، ودعا المؤتمر إلى تعزيز البرامج المعمول بها للحد من الإصابة بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان كمرض الحمى المالطية، والتأكيد على تطوير كفاءة القائمين على السلامة وجودة الغذاء. وقعت وزارة القوى العاملة والشركة العمانية لإنتاج الذخائر على اتفاقية لتوظيف وتدريب 15 مواطنا من حملة شهادة الدبلوم العالي في تخصصي الكهرباء والميكانيكا، وذلك من خلال ابتعاثهم للجمهورية الفرنسية لمدة 7 أشهر. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن خطط وزارة القوى العاملة الداعمة للتوجه إلى التدريب الخارجي لتدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية في مختلف التخصصات المهنية والفنية. وقع الاتفاقية نيابة عن الوزارة مع الشيخ عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، فيما وقعها نيابة عن الشركة مع محمد بن ناصر الراسبي أمين عام وزارة الدفاع رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية لإنتاج الذخائر. كشف سعادة الدكتور محمد بن ناصر الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني عن وجود جهود إنشائية مكثفة تبذلها الشركة المنفذة لمطار صلالة لكي يفتح أمام رحلات الطيران قبيل خريف هذا العام. وتوقع سعادته في تصريح لإذاعة وتلفزيون سلطنة عمان تضاعف حركة الطيران إلى مطاري مسقط وصلالة عند افتتاحهما. مطار مسقط يعني يعتبر مطار ضخم في من حيث الحجم، ومن حيث أيضا مطار مميز من حيث إن شاء الله التجهيزات والأنظمة التي ستكون فيه. ومع وجود مطار بهذا الحجم وبهذه المواصفات وبهذه الميزات وكذلك وجود مدرجين في هذا المطار الجديد، لا شك أنه حركة الطائرات ستتضاعف. بالنسبة لمطار صلالة يعني نحن أولا الآن خطتنا إن شاء الله أنه نشغل مطار صلالة الجديد قبل الخريف. لافت للنظر أن بعض شركات الطيران طبعا خلال العام الماضي وهذا العام زادت من عدد رحلاتها، مثل الطيران القطري الآن أصبح لديه 8 رحلات إلى مطار صلالة أسبوعيا. ونتوقع إن شاء الله مع افتتاح المطار الجديد، مع دخول الأنظمة الجديدة، مع دخول الميزات الإضافية التي ستكون في مطار صلالة، نتوقع أن يكون هناك يعني شركات طيران أخرى ايضا ستقرر ان تسير رحلاتها الى مطار صلالة. هذا ودشن الطيران العماني اولى رحلاته الجويه الى مدينه جوا الهنديه بمعدل 4 رحلات اسبوعيا، وتعد مدينه جوا الوجهه 49 للناقل الوطني. وياتي تدشين محطه جوا الهنديه ضمن برنامج النمو الطموح الذي ينتهجه الطيران العماني خلال المرحله الراهنه، الذي سيشهد زياده حجم الاسطول ليصبح بواقع 50 طائره خلال السنوات الثلاث المقبله. وسيساهم هذا التوسع في توفير المزيد من الخيارات الى جانب الزياده في عدد الرحلات على الخطوط الحاليه. في نسخته 10 أقيمت بجامعة السلطان قابوس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية
أعمال ملتقى سوق مسقط الأوراق المالية الذي نظمه السوق مع الجامعة. وخلال الملتقى تم تدشين مسابقة استثمارية من قبل السوق، كما تضمن العديد من البحوث والمشاريع الطلابية في مجال تطوير الادخار والاستثمار. اشتملت فعاليات الملتقى على معرض تعليمي للجهات المشاركة وأنشطة لطلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية المتعلقة بالجوانب المتعلقة بهذا القطاع، بالإضافة إلى توزيع الكتيبات والمطويات التعريفية التي تساهم في رفع مستوى المعرفة لدى زوار المعرض. بهدف تنشيط السياحة البحرية واستغلال المقومات الجمالية لمحافظة مسندم، احتفل هذا الأسبوع بتدشين اليخت السياحي رباع، والذي يجمع بين طراز السفن العمانية القديمة والتقنية الحديثة. رعى حفل التدشين معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة. أخوار وجزر في غاية الجمال، وأمواج هادئة وطبيعة بكر حركت النشاط السياحي في محافظة مسندم، وأصبح مؤشر عدد السياح ينمو بوتيرة تصاعدية متسارعة، الأمر الذي شجع المهتمين على استغلال هذه المقومات السياحية وتدفق السياح من شتى قارات العالم على العمل في اليخوت والسفن السياحية. مسندم تتمتع بموقع متميز، بخلجان جميلة، بمناظر رائعة جدا، هنالك إقبال كبير على المجيء إلى مسندم، ولكن كانت هذه الخدمات الموجودة ليست بالمستويات المطلوبة لكل الفئات، فئة السياحة. هذا اليخت اليوم لا أستطيع أسميه يخت، لأنه يتميز بمواصفات راقية جدا، فيه من الخدمات ما نستطيع أن نصفه بالتصنيف 5 نجوم. أتمنى له كل النجاح وأن يحذو حذو الشباب الطموح خاصة هنا. اليخت الذي تم تدشينه صنع بطريقة تجمع بين السفن العمانية التي جابت عباب البحار وبين الحداثة، في تمازج دقيق يعرف بلغة التواصل بين الماضي والحاضر. طبعا هذا المركب أو اليخت إن شاء الله سيساهم وسيدفع عجلة السياحة في المحافظة بشكل كبير جدا جدا، لما يحتوي من مرافق هامة ومرافق جدا يعني مريحة جدا للسائح، سواء كان السائح من الداخل، السياحة الداخلية أو السياحة الخارجية. فنتمنى التوفيق لعبد الفتاح صاحب هذا اليخت. التجهيزات الداخلية تعرف السائح بمفردات التراث العماني الأصيل، فهو يحوي ملامح فن الطراز المعماري العماني القديم والمجالس العمانية. كثير من السواح الدول الأوروبية والقارات الآسيوية يحضرون يجون هنا إلى خصب، يستمتعوا بالمناظر الطبيعية. ولهذا أنا عملت هذا البوت بهذه الجمالية، وهذا اللي حسيت من السائح، انه هذا الشيء اللي هو يريده، من يكون القارب بالطريقه التقليديه والجماليه واللي تروج لنا من المفردات التراث العماني. بتدشين اليخت رباع وهو اضافه ايجابيه كبيره للشركه، وهذا من حكم عملنا نحن في مجال السياحه لفتره طويله، حيث ان السفينه هذه اضافت اضافه كبيره لعدد السواح في المحافظه بشكل عام، وأعطت طابع أيضا إيجابي عن نوع السياحة في مسندم، طلعت عن الطابع البسيط اللي كان هو الرحلة البسيطة من الصباح إلى المساء، وأصبحت الآن رحلة طويلة لمدة يومين أو 3 أيام. ويعتبر المشروع إضافة أخرى للقطاع السياحي بما يساهم في تنشيط حركته بالمحافظة، فمن خلال هذه المشاريع يتعرف السياح على جمال الطبيعة الخلابة الجميلة. تغرودة السعد مذ عدتم لموطنكم، يسري مداها إلى شم الجبال صدى، يسترجع السهل من مخزون باطنه ماء زلالا للأنام صار ربا، يروي قلوبا في محبتكم كانت انتظارا للعيد، واليوم أتى سيدي عودا حميدا سيدي عمرا مجيدا. أبوس يا قلبا على هذا الوطن، أبوس إن جن تفسد الجيران.
سلام الله على من قادنا قدام بالعربات إلينا نفتخرنا بأصلنا على قالة وعماني تحط للزعيم اللي علينا غيث أهل هتان سندنا سيدي قابوس مفخر كل سلطاني عسى الله يحفظك يا منبع الخيرات والإحسان وتبقى الدار بأهل الدار يا مولاي عمراني صعدنا كل عالي وامتطينا هالسحاب حصان. إلى هنا وصلنا بحضراتكم مشاهدينا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع والتي قدمناها لكم من نزوة عاصمة الثقافة الإسلامية وبالتحديد من قلعة نزوة. تقبلوا تحياتنا وتحيات فريق البرنامج والمخرج هلال المالكي. أدام الله على عماننا الأفراح والمسرات. في أمان الله. إلى اللقاء. سلام الله عليها بين أهل الأوطان علمها بسمة حر رقى من دون جنحاني بلاد سيرة المجد وحكاية الشموخ عمان غلها وين ما شدت يبقى وسط شرياني بلادي يا بعد راسي يحبك وادعي الرحمن يحفظك مع فجر كل يوم من ميلاد لزماني نحب اللي يحبك والذي يبغى ذاك يهان معنا يحشم الطيب ويهبى كل خواني بلادي يا سلام الله عليها بين أهل الأوطان علمها بسمة حرنا